الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت ميم ضاد زاي من الرياض بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: شخص صلى العصر وجلس للتشهد الأول، وفي أثناء قراءة التشهد أو بعد الفراغ من قراءته وقبل الانتقال إلى الركعة التالية حصل عنده شك، هل صلى ركعة واحدة أم ركعتين؟ ولم يترجح عنده شيء، فبنى على الأقل وأتى بركعة ثانية، هل يجلس للتشهد مرة أخرى؟ ثم أين يكون موضع سجود السهو؟ هل قبل السلام يسجد أم بعده لأنه بنى على الأقل؟ نعم، إذا شك الإنسان في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، ولكن الأفضل في هذه الحالة أن يسجد بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فهذا جائز، ويكون التشهد الأول بعد الركعة الثانية، يكون التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الرباعية أو من صلاة المغرب. نعم.